السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من نجوم ونغم، وهي حلقتنا الأخيرة في هذا العيد الجميل. مرحبا بكم في هذا الفضاء الزاخر بالمحبة والبهاء والجمال في هذا السمر المزهوء بشذى الفنانين وعطر المبدعين. وهم يحلقون بنا في ليالي العيد نحو سماء الفن ومدارات القصيد. لنرقى بكم من جديد كما ترقى أنجم الوجود إلى أفق الضياء البعيد، إلى حيث تمتد سرر الإخاء على امتداد الأرض والسماء، حيث الفن وحيث الشعر وحيث الغناء. فما أطيب السمر حين يمتزج صدى بنكهة الترفيه، حين يسحب الأرواح المتعبة إلى صخب الأجواء العامرة بالأنس والمرح. لهذا مشاهدينا الكرام، سنأخذكم في حلقة هذه الليلة إلى جولة أخيرة مليئة بالأسرار والحكاية، فكونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى حلقة جديدة من برنامج نجوم ونغم، ونرحب بضيوفنا لهذا اليوم. محمد الولي الفنان الصغير، مش عارفين متى كبر، أهلا وسهلا فيك. الله يعيش. كمان معنا الفنان الرائع صفوان الجعوري، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم يا مرحبا. ايضا نرحب بنجومنا في هذه الليله الشاعر والمنشد صلاح الهتاري، اهلا بك صلاح. حياكم الله، وعيد مبارك، كل عام وانتم بخير. وانت في خير وصحه وعافيه ونصر وتمكين ان شاء الله. ان شاء الله. كذلك الفنان الرائع والجميل الزبير الدربي، اهلا بك يا زبير في هذه الحلقه. اهلا وسهلا فيك، نورت وشرفت. بنورك يا حبيبي، وكل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، سنبدا حلقتنا في هذه الليله مع الصوت الجميل والنغم الاصيل ومع الفنان الزبير الدربي. زبير، ماذا جهزت لنا في هذه الحلقه؟ نسيت صاحب الاصابع الذهبيه ايمن صادق. كذلك ايمن صادق. أيوة. نسينا ما نرحب بال الفنان الكبير والعازف. سأل سألوا قدوم البيت ومعكم يومي. أيوة، وهو يرافقنا طول أيام البرنامج الحلقات، له كل التحية والتقدير. يستحق التحية. ونبدأ مع أيمن والزبير، إليكم. ولا تدير أنا ماشي. لاقيتك بين لحظة، زرتك فرحة قلبي، ولقيت القلب سالي، هذا هو ما صادرني. لاقيتك بين لحظة، زرتك فرحة قلبي، ولقيت القلب سالي، هذا هو ما صادرني. Thank you.
طريق الله ومن يدور سالها ما حد عليها بزالي راحة القلب نعمة عيش ورها زق الله مثلي ملاك تأكد أمي للغير مثلك جودي بالحب وعرف الله عليك يا زبير. طبعا الان ننتقل لمحمد الولي. متى كبرت؟ عاد احنا كنا نشوف يعني دخلت في مسلسلات كذا صغير فجاه محمد الولي كبر. والله هي يا والله هذا سؤال ضروري. والله كل الظروف الكل منصدمين اصلا. ايوه صح انا ظهرت في اول البدايه وانا كنت صغير جدا. يعني في الساحه فتره وانقطعت جدا لاني دخلت فتره 3 سنوات في الدار. ما دخلتش الساحة مرة يعني فقط يعني جلست فترة مقطع 3 سنين. يعني التربي يكبر واحد سريع لهالدرجة. يعني فترة نقاهة. لا شو نقاهة. بدأت وعمرك كم؟ بدأت وعمري كنت صغير يعني 14-15 سنة. لا كنا نشوفك أصغر من كذا. هو المشكلة أن العمر كبير ولكن كانت الهيئة صغير جدا. ملامحك كانت صغيرة. أيوه جدا. وآخر عمل قمت فيه؟ في تهملي السنة الذي مشيت. طيب من 14 سنة بدأت فيها لا في تهملي السنة اللي راحت كم من خلال هذه الفترة كم مسلسلات إيه؟ عملتها؟ يعني حوالي 13-12 مسلسل. ما شاء الله تخيلوا يعني. أي من فيه. مسلسلات إلى برامج. أي. برامج مسلسلات وبرامج. أي البرامج هي برامج عيدية. المسلسلات الذي مسلسلات رمضان غير الفلاشات. أكثر عمل حبيته خلال هذه الفترة؟ والله أكثر عمل كان تتش. إيوه. وضحكة وعي. أكثر برنامج ضحكة وعيد ومسلسل كان تتش. تتش طيب في مسلسل تتش لو تقلد لنا دورك في المسلسل. والله كان يعني أفضل دور في هذه الفترة. أيوه. وكان في حلقة قتل البزي قبل يكبر. أيوه. كان دوري أنا معي خال يعني. يعني كان خالك صفوان وأنت. خالك صفوان وأنت. لا. مثل كان. أيوه. كان مثل لا خليه. أيوه. يعملون انا كذا ناسي الموضوع اصلا قاعد الحلقه يعني ضربت هذا كله ها خلاص خلاص كفايه بعد يعني ايش قصه الممثلين الضرب لا هو المشكله يعني برامجنا هنا الممثلين والله تشجع على زميلي لا قدر الله جاء له دور لا يده استلمه يستلمه خلاص بحيث يعني يقول لك انا نقول واقع طبعا اكثر واحد يقول واقع فعلا يعني اكثر واحد يحجبه هذا الادوار اذا في ضرب ومضرابه طبعا الاستاذ مطيع ما شاء الله عليه مطيع هو الذي يقوم بالضرب يعني يا لطيف يا لطيف والله كم ضربت مرة في هذا المسلسل بس ولا في مسلسلات لا مسلسلات عديده لكن هذا كان اكثر يوم طيب انت ما فيش معك مسلسلات بس كمان معك افلام قصيره نعم كم شاركت في افلام قصيره يمكن 3 فزت فيهم الاستاذ نبيل الاوزري ايوه فاز بواحد وواحد الان عاد احنا ضمينا في المسابقه ان شاء الله نفوز فيه بالتوفيق لك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نعود الى الاستاذ صلاح العتاري قبل الله نعود الى صفوان كيف حالك يا استاذ صلاح ابقاكم الله وسلم حالكم كيف حالكم الاستاذ صلاح العتاري من الاصوات الجميله التي اضافت للزامل القتالي وحاجه جديده فعلا بالاضافه الى انك منشد انت شاعر صحيح صحيح نعم طيب هل كتبت عن العيد او عن الفرح او عن الحب مثلا والله هو له زواملك كلها له جانب في القلب لكن المعركه والمرحله منعتنا بصراحه من ان نكتب عن فرح او عن حب طيب نشعر الان منك قصيده كذا احب قصيده الى قلب صلاح العتاري اثرت حتى عليك انت قصيده كتبتها والله ابشر القصيدة التي كتبتها وهي تحاكي واقع الميليشيات الحوثية الإنقلابية هذا القصيدة التي اشتهرت. كان لها صدى وطبعا أعتقد ما قد بثت على أي قناة ولكن يعني شرف لنا في هذا البرنامج أن تكون القصيدة لأول مرة هنا فعلا تفضل قال هذه القصيدة تحاكي واقع الميليشيات الحوثية فيما أنجزوه خلال 10 سنوات يعني بلسانهم
قال بعيدا عن ألاعيب السياسة وعن ما كان من هذا وذيه صرخنا الموت لأمريكا بطابع عصرنا وراقها والمطبعية بعيدة. من أجل القدس فجرنا الجوامع لتحريرها بدعنا من هنية على الخمسة المية قمنا بثورة وبالخمسة لعبنا الخامسية من أجل الشعب والجرعة خرجنا وجرعناها من كاس المنية لعنا اليهودة في كل شارع تيهودنا وغيرنا الهوية تذكرنا الأفضال الصحابة وشاتمنا النبي في محرمية تبندقنا وقلنا النصر الإسلام وشنينا الحروب الداخلية وهنجمنا وقلنا الجير قدام وبالواحد كفرنا مع نبي سجدنا فوق قبر حسين قربة وزلفة العجول الفارسية طعنا الدين طعنه بالولاية وعمقنا جراح الطائفية خلعنا عننا ثوب التعايش وجددنا لباس العنصرية تطهرنا بدم المسلمين وصلينا صلاة البيهوية كذبنا صحيحك يا بخاري وخرجنا الأحاديث الطرية من الجنة نزلنا في زيارة نغير جو في صنعاء شوية. قال من الجنة نزلنا في زيارة نغير جو في صنعاء شوية حضرنا في الزمان التكنولوجي وقومنا العصور الجاهلية نشرد كل جمهورين طارد كرام القوم في صبح وعشية عبنا البدر حاصرنا القبائل وذلينا المشايخ والرعية وجمدنا الرواتب والمطالب وفعلنا جهاد الزينبية وسيرنا المسير في سمانة ونحبي نحو قصر الفيصلية مشينا حسب قرآن المسيرة ومزقنا الختم والمسندية جلدنا كل حافظ ألف جلدة ولفقنا لمن يحفظ قضية حبسنا الجامعي حسب الشهادة الله وقيدنا المناصب بالهوية أخذنا كل فاشل في حياته وليناه أمر الناجحية وحولنا النوابغ والأوائل مصحات النفوس الفاشلية برؤية مظلمة وحقاد ماضي وتنفيذ الأمر المرجعية زرعنا السم في جينات الأجباح طلاسم في مناهج مدرسية بدلنا المدارس بالمتارس وخلينا المقابر أزهرية وصادرنا الأراضي والمساكن وصار الشعب في خيمة ردية ومولنا مشاريع التفاهة على جوجل بصورة مركزية هددنا فرانسيسكو بزامل شيعنا الجنايز هوشلية وحارشنا القبائل بين هالبين ومولنا المخرب والمطية نهبنا البنك والتجار شهرين فلسناهم وصابحنا البقية أكلنا قوتهم في ظرف يومين وشكلنا كتائب حيدرية حشدنا للتعزي ألف قناص وعززنا السرية سريع شربنا الموت الأحمر ناس جرة وطشتنا وطهوش الجحملية الله لقدرنا المارب تسعة أعوام ولا طاعة تسلمنا ركية على التبة صرفنا ألف قنديل وعاد الصرف مستوفى وفية خسرنا حربنا يا عرش بلقيس وسمعتنا انتهت والشعبوية سلامتكم الله 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 عليك يا صلاح الله 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 طبعا صلاح انت مشهور بالصوت الجهوري الذي يرعب العدو صراحه انا من المعجبين في زواملك واعمالك ابقاك الله وسلم بالاضافه الى القائك للشعر اذهلتني يعني انا اول مره اسمعك تلقي شعر انا اعرفك كمنشد وشاعر بس اول مره اشوف القائك الجميل هذا بس في سؤال هل كل زواملك اللي بتقولها تكتبها انت ليست كل زواملي وانما البعض يعني يغني هو البعض الشعراء اي في شعراء بيعطونا بس كلماتك قويه اكثر اكثر الكلمات بيعطونا شعراء صعب ان الانسان يبقى يمسك يعني برنامجه لحاله يعني كلماته وادائه يعني ضروري ينوع واحد ياخذ من هذا ومن هذا حتى عند الناس افكار عده تتلاقح الافكار وتخرج بعمل ما شاء الله طيب مميز الحمد لله ممكن انا اشتي اسمع صوت صلاح يلا والله زامل. من اين نبدا بزامل زامل زامل هل في معك زوامل فرايحي وبس كلهن جبهات و والله زوامل فرايحي قلت لك الوقت ما فيش عن العيد يا أخي ما فيش عن العيد زامل خرجنا من الثانوية العامة إلى الجبهة الله وهذا شرف شرف وفخر كبير احنا متخرجين من الجبهات صراحة لأنه تشعر أن الوطن مسلوب حرية طيب في عن الوطن بعيد عن الجبهات طيب في ما كتبتش عن العيد يا صلاح يا صلاح نعم ما كتبتش عن العيد في الجبهات في معي زامل قال يا ما حل العيد في الجبهات يوم المدافع لها رنة طيب نشيب صوتك الآن ممكن في زامل سيكون أعم لأن الجمهور بيطلبه أفضل من هذا الزامل طيب اللي بيقول طبعا هو نعيد به على كل حر يمني سواء كان في الجبهة أو في هنا في مأرب أو في صنعاء أو في أي مكان طيب تفضل وقال يا خيود البلاك يلا حيود البلاك الزور والرعد الأبرق نصر نشرق نصر نشرق
ومن هلا الله حتبروقه والمجاهد برق وبارقه كل ما شاق عينها يا عتاق بيضاء يا النصر شوقه يا حيود البلق والزور والرعد الأبرق نصر نشرق ومنها إلى لاحت بروقه والمجاهد برق وبرقه كل موشك عينها يا عتاق بأيضان يا النصر شوقه الرافضنا رفقت أصبح بين مأزق من عق أو زفق لنا أرحم ران سوق أبو الضوحة والغساق دا أفاق لذع المذلق والنفوس البيق قد عجل الله زهوقه يا حيوت البلق والزور والرعد الأبرق نصر نشرق ومنها إلى لاحت بروقه والمجاهد برق وبرقه كل موشك عينها يا عتاق بأيضان يا النصر شوقه لا يجينا قلق ما أدام ربي مع الحق لو يغيب الشفق في الفجر ساطع شروقه جف حبر الورق والسيف أنبى وأصدق من عصانا حدق في كل جبهه دلوقه بجعل مفترق وفرق الشمل واغرق انت ما واعتناق للكفر وانت خنوقه بالحب التبق وبالملا زلت فاحق واحتكم بالمراق وانساك يا شعب بوقه بالسرق والطرق يلعب على كل بيتك بين ظلم نفاق يا اصرخ ويعلي نهوقه ما يجينا قلق ما ادام ربي مع الحق لو يغيب الشفق فالفجر ساطع شروقه ما يجينا قلق ما ادام ربي مع الحق لو يغيب الشفق فالفجر ساطع شروقه ابا نفك الحلاق يا كل نشمي تبندق نحو صنعاء سبق نستأصله من عروقه والعدو وامتحق وانهار في كل ما فرق ديب آخر رمق بطراف ما ربع لوقه يا حيود البلق والزور والرعد الأبرق نصر نشرق ومن هيله لاحت بروقه والمجاهد برق وبرقه كل موشك عينها يا عتق بيضان يا النصر شوقه حسيتك كذا مستمتع يعني فرحتنا كلنا الأداء يعني كأنك بتحب عملك الله واضح عليك أنك بتحب عملك الحمد لله الله عليك يا صلاح وعلى هذا الصوت الجميل كلنا نشيل سير البلق الآن الله العظيم أنك خلينا أيضا الشكر للأشبال فرقة خنجر يماني محمد طلال و الله شكر يوسف الحنظاني الذي أضافوا لمسة جميلة لحلقتنا في هذه الليلة أنا أشكرهم من هنا هؤلاء الأشبال الرجال والشكر لك أيضا يا صلاح حفظكم الله وشكركم جميعا طبعا الآن نرجع لصفوان صفوان طبعا صفوان مالك هادئ والله ما كنت هادئ لا مع اتفاعل. ما شاء الله تفاعلت مع الزامل طبعا الكل انتم عارفين انه صفوان ممثل صحيح حد عارف انه منشد اي اللي انا عارف انا عارف لا انا عارف الاغلب مش عارفين انه صفوان منشد لا لا صفوان هو منشد منشد لكن المعدل الاكثر للفن أيوة. ما بدي لكم الاشاعات هذا اول شيء شفنا لك فيديو على قناه سهيل حابك زمان أيام الصبا قبل الإسلام أهم شيء إنه منشد قد معقول أيوة لك أعمال كمان ثانية مع وأنا قد قلت لهم يحذفوا لا ما حذفوا بس مستمر طبعا شيء حلو إنه جانب التمثيل صح صح أنا في البداية هي كانت موهبتي منشد أيوة وحست على المركز الثاني على مستوى محافظة دمار وأنا في صف يمكن رابع عاتك صغير أيوة فازت عليها بنت طبعا جالس حاقد عليها لليوم وبعدين جيت هنا مارب ما ادري ايش كيف دخلت التمثيل فجاء يعني بدات ما ادري لو انا 15 ولا بعد ها بدات التمثيل من متى من 2016 ايوه ايين حسيت ميول لك اكثر بعدين رحله التمثيل بعدين التمثيل خلاص حبيت قطعت ولا قطعت الانشاد او واصلت بعدها لا قطعت خلاص ما حصلت في البيت يعني كان يوصل انفصلنا عن بعض انفصلنا ليش نسمع الانشود الذي يشارك به في المسابقة
فاكرها هذه شاركت في مسابقه وانصف رابع خلاص هذا طلب الزبير اي والله اني عاد انا اذكرها حق الا صلاتي ما اقلها هي حياتي دنيتي فيها اكيد نسيت ما شاء الله وانت صليت انك جيت الاول جميله 2016 الى الان كم قدمت مسلسلات؟ والله يمكن حوالي 30 بين 30 برنامج ومسلسل يعني كثير في هذا الوقت القصير يعني أيوة. اكثر شخص حسيت انك قريبه انت تمثل معه من؟ اكثر شخص انسجمت انا وهو ايوه هيثم القطافي دائما صح نشوفكم مع بعض ايوه, أيوة. الادمي هذا بننسجم انا وهو صدق يعني بالتمثيل بس في الواقع لا اينو هيثم التمثيل بس في الواقع انا بنكره ايوه احنا نرسل تحياتنا ملاحظه انسجم انا وهو اذا احنا لوحدنا في مسرح في كذا بس في المسلسلات بدا يخرب علاقته معنا ليش كذا ها ايش السبب حصل موقف والله انتم تشوفون ابو شنو نخرج بس خرجت هذا الموقف بس هيثم لا لا هيثم ما شاء الله عليه طبعا اشتغلنا اخر مره الحين في رمضان على غيري ايوه مع الاستاذ محمد الاضرعي تحيه له وكان ما شاء الله عليه كثير يعني اذا دخلت انت وفي مشهد ياخذ الحوار كامل خلاص وانتهى الموضوع عشان هذا حساسيه ايوه فهذا الموضوع كان في حساسيه لكن انا قلت بعد الدنيا تعمل تاخذ الموضوع كله ايوه خلي لغيرك مجال وكذا الان بنروح لفاصل وبعدين نواصل معاكم برنامج نجوم ونغم مع ضيوفنا اللي شكلها اليوم بتكون ليله رائعه ان شاء الله خليكم معنا أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في برنامج نجوم ونقم وفي حلقتنا لهذه الليلة معنا النجوم صلاح العتاري والزبير الدربي وأيمن صادق ومحمد الولي وصفوان الجعوري أهلا بكم جميعا في هذه الحلقة جميلة نعود إلى الزبير كيف حالك يا زبير؟ والله الحمد لله كيف حالك أنت؟ الزبير الدربي فنان جميل وصاحب صوت جميل ما رأيك مثلا أنت هل فكرت يوم من الأيام أنك تعمل كذا عمل؟ تخرج به الناس وهذا العمل ينتشر أو يخرج يعني بعيداً عن الأعراس والأعمال الاحتفالات وغيرها والله جالي التفكير أكثر من مرة وحاولت لكن بس خفقين المحاولات كلهن في يعني أفكار وفي للمستقبل بس حالياً يعني متوقف على الأعراس طيب ممكن فقط. تجيب لنا إيش الفكرة اللي كنت تشتي تعملها والله الفكرة يعني أول مرة سويت كليب للرمضان كان على أساس تكاليفه بتكون حوالي 1000 سعودي فما سويت نص العمل لو قد كملت 1000 سعودي فاضطريت أن أنا يعني طلع أنه يحتاج مبلغ أكبر يحتاج مبلغ أكبر طيب عمل قدمته أو سجلته وتحب تسمعنا الآن في عمل اللي سجلته للأقصى يا سلام فلسطين مسجل الآن جاهز نعم مسجل جاهز ممكن نسمعها الآن طيب على طول طيب من أرض مارب يا أرض الفداء اضرب فالله رمى بيديك هي للملاحم قبلة هي وجهة الأحرار وإذا سألت عن الفداء هي منبع الثوار بدم الشهادة والإباء ربطت مع الإيثار كتبت هناك كف القدر ما جاء غاز وانتصر ودم على السيف انتصر غزة الصمود
سلام يا سلام يا زبير. الله من الأرض مارد لغزة الفداء اضرب الله رمى بيديك قومي وقري أعينا بالحسم والنصر وخذي بتأريك غزة يا مصنع الصبر دكي حصون المعتدي في البر والبحر الله أكبر يا حماس وقفي بعزتك لأن تمضي لأرض المقدس فك القيود الله 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 دعواتنا لاخوتنا في فلسطين بينما احنا في العيد معيدين مرتاحين مع اهالينا هم للاسف يعني الذي توفى والده الذي يتيم الارامل فدعواتنا ترافقهم دائما وانت وصلت رسالتك بهذه الاغنيه وصلت رسالتك لابناء غزه ونحن في كل حلقه من حلقات البرنامج لا تمضي حلقة إلا ونذكر تكون فلسطين حاضرة إما في قصيدة أو في أغنية كلمات من كلمات قوية الكلمة جميلة واللحن جميل وأداء أجمل الأنشودة هي طبعا للشيعة فعلوها لليمن شيعة العراق فأنا غيرت فيها بعض الكلمات أنا غيرتهن وعدلتها سحبتها التوزيع وسجلتها وجبتها في بعض الاحتفالات أغنية جميلة إن شاء الله نتمنى أنك تصورها كليب وتخرجها ألحانهم إحنا بنحاربهم أصلاً بألحانهم بنحاربهم بأفكارهم طيب نعود إلى الأستاذ صلاح العتاري حياكم الله أستاذ صلاح عادة كل الشعراء ما يكتب قصيدة إلا ويكون له موقف حصل معه أو يعني شيء أثر في قلبه وخرج بهذا الموقف بكلمات من القلب إلى القلب أنت كشاعر ما هو هذا الموقف الذي جعلك تكتب كلمات ينزل عليك الشاعر الشعر كالوحي هل حصل لك هذا موقف؟ هي كثير مواقف لكن أبرزها أبرز موقف من هذه المواقف أبرز موقف كأول زامل لي أنتجته وأخرجته يا سرات الليل والحرب شاعر يا سرات الليل والحرب شاعر ممكن نسمعه؟ الموقف يعني كان ذاك الوقت في أوج الحرب والحرب حامية الوطيس يقولوا وبينما ذهبت إجازة إلى عائلتي في سيئون كانت ذهب مع صاحب الباص وبيتسمع زامل في الهاتف حقه تليفون لواحد جاهل من حق الحوافة يقول يا بنادق نلبسنا جعبنا يا مواترنا بغير المراحة بيأديها بأداء يعني متميز صراحة وكل صعب عادها قلت يا أخي بطل لك شغلت أنا أنت والجاهل هذا قال يا أخي شوف على الشارع وعلى هذا صلي على النبي واحنا شعراء وكذا لا انا برد عليه واكسر لقفه ولقف من علمه وخلك هذا الموقف انك تكتب هذا القصيده صراحه انا بينما مسافر طبعا ليل الوضع ليل الهاجز الليل سرات الليل قلت يا سرات الليل جيب لها المايك يا زبير نشي نسمعها بصوتك باللحن كذا بشكل مختصر قال يا سرات الليل والحرب شاعل في سبيل الله طاب المراح تحلى الصوت يا استاذ واعذرينا يا حياة المنازل ما قعدنا يوم احنا صحاح صحاح لعنبوا من عاشير ضاب باطل واحتكم للذل والانبطاح ما تذوق العز غير المراجل اللي تسطر مجدها بالكفاح بالكفاح دام عزه من على الله يقاتل يقاتل واحتزم جعبه وخل السلاح سلاح من مع الاسلام والدين صايل ما تهزه في ثباته رياح رياح من في الجبهات عايش مناضل دي بنوره يستفيق الصباح صباح درعه الآيات بالذكر عازم من سموم الحوثية والرماح رماح قوتنا القرآن أهل الزوامر قل العيسى لو تشمج وصاح صح لا نبكي كل مغرور جاهل لا نرجع كل عافي جراح جراح الغزان أجابها الموت عاجب من صرخ بالموت دمه مباح مباح الله عليك الله 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 الله
يا سرات الليل والحرب شاعل يا سرات الليل والحرب شاعل في سبيل الله طاب المراح واعذرنا حياة المنازل واعذرنا يا حياة المنازل ما قعدنا يوم واحنا صحاح لعنا بمن عاش يرضى ببطل لعنا بمن عاش يرضى ببطل واحتكم للذل والانبطاح يا سرات الليل والحرب شاعل يا سرات الليل والحرب شاعل في سبيل الله طاب المراح في سبيل طاب المراح وعذرنا يا حياة المنازل وعذرنا يا حياة المنازل ما قعدنا دوم واحنا صحا ما قعدنا يوم واحنا صحا الله الله دائما دائما اسمع في الباصات يفتحوا في الاذاعات دائما مسموع هذا الزامر بالذات الله عليك يا صلاح على هذا الاداء الجميل وهذا الصوت الجميل الآن نرجع لمحمد الولي وصفوان يا الله محمد متفاعلين ايوه لقد انتوا راقدي لا لا ما يرقد معي صوت صلاح والله شيء نعش الجو الان العكس صلاح الله يسحب نعم يرقد في ظل الاقصى وصلاح ما شاء الله الجو احس انك شردت يا ولا شردت ولا شيء قد خذ زبيب ادي لك زبيب ولو محمد ايش رايك في الدراما اليمنيه والله الدراما اليمنية رغم المعاناة والوضع الذي فيها البلاد بالنسبة جدا رائعة وضع البلاد الذي هو فيها الآن يعني لا بأس جدا لأنه ما بش يعني بيئة أو والإمكانيات مجتمع ولا إمكانيات ولا حتى شركات تجعل الدراما اليمنية أنها تتطور أو أنها تكون منافسة للدراما الخليجية والعربية أو يعني العالمية ما بش إمكانيات أبدا فإحنا على مستوى بلادنا وعلى وضعها يعني لا بأس فعلا ممكن على الموضوع هذا طبعا الدراما اليمنية كلنا بنلاحظ أنها تطورت بشكل مرعب ما شاء الله في قصور لكن تطورت أكثر في حاجة واحدة شي نذكرها تطور التصوير تطور المونتاج تطور الإضاءة تطور كل الفنيات تطورت كلها ما عدا القصة صحيح كتابة النص سيناريو سيناريو ما فيش يعني كل القصص اللي بنشوفها في المسلسلات يا اما قصص مكرره ونفس واما قصص ما يعني ما تعرف ايش البدايه وايش النهايه ايش يشتوا بالضبط يمكن سابع ثامن حلقه ما تعرفش ايش اللي يشتوا بالضبط او قصه يجي يضبط لك الحدث لاخر حلقه ويجيب لك الاثاره لاخر حلقه بالضبط او يفعل مسلسل مدته 20 الحلقه 20 دقيقه او 25 او 30 دقيقه ونصها اعلانات ايش السبب انه المسلسلات اليمنيه بنشوفها قصيره دائما انتم ممثلين ليش دائما قصيره بقول لك ليش نصها اعلانات طبعا ساعه ونص اعلانات لانه الامكانيات عندنا ضعيفه وانتاج ال 30 دقيقه يعتبر انجاز تمام الموضوع الثاني انه زي ما قلت لك ما فيش قصه ما فيش ونتمنى انه نحصلها كذا كتاب جداد يخرجوا لنا بقصص وسيناريو وحبكات دراميه في يعني روائيين ويكتبوا قصص ويكتبوا سيناريوهات لكن من يستقطبهم هل في وساطة في هذا السؤال هل في وساطة في هذه لانه في الكتاب أكيد. ما بيظهروش اللي احنا نشتيهم في كتاب انا متيقن ان في كتاب اليمن مليئة بالمبدعين يعني معقول في اليمن ما فيش كاتب كيف نقدر نستقطبهم طالما انه الموضوع ما فيه انه محسوبيات ووساطات الكاتب الفلاني قال المخرج الفلاني او الكاتب الفلاني يعرف المصور الفلاني وصاحبه وكذا يعني أيوة. حتى داخل التمثيل في كل شيء 30 دقيقه اللي بتكلمي عنها احنا بالنسبه للمشاهد لو ما يشوف 30 دقيقه بس مش عارف ان خلف الكواليس 30 دقيقه هذا ما بتنتج الا ايوه يعني بيجلس ايام لو ما تكمل او في ايام في التصوير بس المشاهد بيزعل ليش المسلسلات العربيه نشوفها 45 دقيقة ساعة ليش هذه عاد باقي مشكلة أعظم من هذا المشكلة إحنا ما بنشوف المسلسلات لا في رمضان
هي هذه عاد هذه أكبر كارثة. ما لك فكرة أخصف الأعمال الفنية إلا في رمضان، علشان هكذا بيوصلوا لرمضان وينتقدوا بد كل واحد مريع أصلاً. طيب باقي سؤال ثاني تفضل. ليش ما بتصوروش إلا قبل رمضان بأيام؟ والله سؤال خطير. أبارس القنوات سؤال خطير. أولاً الداعم ما بيبدأش يدي الفلوس إلا قبل رمضان فترة وجيزة. هذا على المنسق ولا بيكون السبب فيها المخرج؟ في مسلسلات للأمانة بدأوا وكملوا قبل حتى في شعبان كملوا في قبل شعبان حتى. في مسلسلات جاء رمضان عادهم بيصوروا. نعم في مسلسلات جاء رمضان عادهم بيصوروا صحيح. هي كلها أصلاً من إدارة الإنتاج حق القنوات. في أيه. الآن شركات بدي أشتغل معها يعني مبالغ مالية تقدر تمشي أو إني تنتج هذا العمل. أيه. ورجعت بيع القنوات صحيح، لكن القنوات الذي هي تشتي تنتج نفسها فهي بتنتظر أصلاً. هم ملزمين بخطط برامجية طول السنة، برامج أخبار إلى آخره، فإما يوصلوا لما قدوا قبل رمضان إيش يحرك الفريق بالكامل. وإذا معها ثلاث مسلسلات يعني يكمل الأول ينتقل للثاني. يعني اللوم على من؟ اللوم على المنتج، على المنتج. أيوة منتج القناة يا منتجين هجعونا، لأنه ذا الحين بيخرجوا عليكم أخطاء كثير لازم صحيح. تكونوا قبل بوقت. طيب أنا قصية الأشمان نفرفش الجو شوية الآن ذا ننتقل للأرقام. أيوة يلا. طبعاً إحنا طولنا في الحوار وفي النقاش عن المسلسلات وكذا، ولو شو موضوعنا ولم ندخل في موضوع حلقتنا لهذه الليلة بعد. تفضل إيش رأيك يا صبان؟ تفضل وأرقام ندخل يا بسم الله. سيدي يا زبير، زبير مالك مطلنا يا زبير؟ صلى على رسول الله. والله ما نفعل بك شيء يا صبان، بعيد الرجال شيء ولا شيء. أنا أقول لا يخدر. ها؟ ليش ما قد مطلنا؟ أنا أشك أنك متهدد في حاجة ولا شيء. والله خذ راحتك مع لاك والله صبان خرج صفوان يا زبير راحتك ولا جيت جنبي. لا نحتاجه. طيب معنا الآن فقرة اسمها بدون إحراج. ما فيش إحراجات يا زبير وما فيش طنان، تمام؟ لا أيوه. هذه الفقرة فيها أرقام، مجموعة أرقام من 1 إلى 5. خلاص ما دام فيه بدون إحراج ولو قاطعتك، ليش أنتم معاكم جعالة وإحنا ماشي وإحنا الضيوف؟ خلاص تفضل. ليش أنا من أول وأنا أجيب لك وأنتهى يعني أنكرت. خلاص اجيب لك من اول زبيب ولوز وفي السوق ويا امور. يلا اختار رقم. الان اختار كل واحد يختار رقم. 1 إلى 5. اختار من 1 إلى 6. يلا نخليها 6. يلا 3. 5. محمد 6. 1. تبدا برقم 1. من دي بدا 1. صفوان. يلا بدون انت صفوان. انا مالي. يلا نبدا بواحد. كل واحد حضر 1 3. 5 6. 1 3 5 6. نبدأ بصفوان لأنه رقم 1. صفوان أيام الطفولة كنت تتابع مسلسلات أطفال، إيش الشخصية المفضلة؟ كونان. نعم. وأعتقد المسلسل الوحيد اللي تابعته مع حق الأطفال هو توم وجيري. لأنه لحد الآن ما خلص، مش عارف متى. توم وجيري بعد ما خليت تقول تمثل أنا توم وجيري بلا حاجة. محمد وجيري وكونان، هذا كنت أضحك وهذا كنت أستفيد. أيا أكثر تحبه؟ كونان. ها كونان. كونان منشورات لانه ما بيني شطافه لاحقنا. طيب قدم لنا بنص من خيالك شخصيه كونان بس ما بش نظاره. ما اعرف شو والله. ما اعرفش. لا شخصيه كونان نجيبها باي طريقه يعني ما في مشكله. تخيل انه توموري جنبك. ايوه محمد الولي ما يساعدش هذا. والله ممكن هذا ايش به. ترى هذا قال صلاح. يلا تفضل. والله ما اعرف اقلد. ضروري تقلد يا صفوان باللغه العربيه كمان عشان كنا اللغه العربيه. ايوه كنا بتكلم كسر اللغه العربيه. ايش تشتوا مثلا؟ ايش انا ايش اتكلم؟ طيب حافظ الاغنيه حق المحقق كنا مش الاخيره الجديده الاول حق زمان حق ايوه حق والمريب عادي يساعدك الزبير مش مشكله. ايوه ايش يساعدك؟ خلاص حافظ اللحن بس. ايوه انا فنان زمان يساعدك طب المساعده. وافق وافق ما وافقش يلا تمام يا زبير. زبير يا زبير هاي سرقك الموافق يا زبير هاي سرق علي. انا شو لمح لك؟ قد لمحت لا انت ساعدك علي. يلا يكتشف الغامض والمثير. متاكد استنتج. ايوه هي ابداع. هي ابداع من اول ما انتهيت لك شي غنيها هو. لا طيب انت ابدا له ويغني لك يساعدك مساعده يعني. المحقق كونان ارفع صوتك. كونان دائما. ايوه المحقق كونان. انا علي المحقق كونان. يلا خلاص انا علي القضيه. لا غني ولا شويه. يلا ايش المحقق كونان
يكتشف دائما يسعى دائما يسعى دائما المحقق كونان. خلاص ما يخشى ايش معقولنا يزعى نفس الله صلاة نفس صح صارت لك جيدة الثاني ما كان بلنتو يا صاح يا غنيها في مسابقة الانشد ما شاركتوا لنتو يا صاح دي فازت بالمركز الأول شفت كيف نغبشتي طيب خلاص لو نفعت كلمة لو ايش عتتمنى أتمنى تنتهي الحرب في اليمن يا رب والله العظيم هذه أمنيتنا كلنا يا صفوان والله العظيم تعبنا أصلاً الحين الآن ننتقل اللي اختار رقم ثلاثة رقم ثلاثة من اختار صلاح 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 كيف حالك يا صلاح الحمد لله هل لديك أولاد كم بنت فقط نعم أيش اسمها سناء سناء صف كم تدرس عادي بنت سنتين وأربع شهور ما شاء الله ها يعني عادي صغيرة ايوه ايوه طيب يا صلاح لعبتك المفضلة انت ايش من ايام ما انت صغير زبدجي لبس اختار لعبة عادي الكوفية الخضراء اي لعبة انت تفضلها لعبة مميزة كانت عندنا في البلاد طبعا انا يعني ترعرعت في البلاد تربيت من الصغر لثالث ثانوي عندنا اللعبة يسموها قفت ايش القفت كرة يعني صغير كرة صغيرة كرة صغيرة ايوه كنا عشان صغير بنفعل بنحق العصير هذا اليماني بنقصه وندخل فيها كاس ونخليها كذا ونطرح قوطي هناك لا وبعدين نلعب هي معها يعني مثل المقامات ذو الطبقات يعني اول حاجة يلعب احدها كذا والذي هناك في الخلف ياخذها ويصيد إذا صاد هذا خلاص هذا يخرج من اللعبة. إذا صاد البادئ الذي يلعب الأولى قفت وبعدين الثانية من الأولى من يد والأولى صدري وهكذا المهم الجهال يلعبوا هذا الذي يصيدها يخرج. يعني عندة ألعاب. أنت الحين اخترت لنا لعبة صعبة ولا كان تقوم تلعبها يا صلاح؟ الحمد لله إني صعبة. أنا قلت لكم زبط جلوس أقوم قمت خارج منها رجعت خارج المهم من الفكرة وصلت يعني طيب فكرة اللعبة وصلت يلا طيب يا صلاح ناديك المفضل هل تحب الرياضة؟ الجري تحب الرياضة أنت؟ الجري فقط الكرة لا أقصد كرة القدم هل تتابع؟ ولا ما ولا تتابع أي نادي؟ لكن الجري صراحة ارتاح له الماراثون طيب لا الآن نشتيك تعلق لنا تعليق رياضي تعليق رياضي ما بدأ التمرين التاسع اعتبر نفسك انك رياضي مثلا ها اعتبر نفسك انك رياضي وبتتابع الرياضه معانا واحد المصورين ذا الشيء ساعدك بان ندخل عادي ما نبي العب الحين كوره وانا اعلق عليها عبد الرحمن مجمر شيء تعليق رياضي الان الكره في مرمى خيل انه بيلعبوا على الخيال هذا ويلعب المنتخب اليمني الى ساحه يتقدم يتقدم على النونو يسدد هدف جول مسرع هدف تعادل والله يا خلاص بعد المنتخب بدأت هدف في اول حاجه طوالي اسرع هدف في العالم ان شاء الله نهدف طيب يا صلاح حيوانك المفضل يا الله الحوثي اجلده لونه طيب جاوب والله حيوان الذئب الذئب طيب يلا قل لنا صوت الذئب اه لا اله بعده يا الله سلام هكذا يقول الذئب متاكد او يا صباح ما شاء الله انت كنت من قبل ذئب لا اكيد كان يتابع ماوكلي صحيح احسنت يا صلاح وكانت فكره ممتعه معك ننتقل الان للرقم كم خمسة يا حظ الزبير يا زبير أنا مرأي انتقل إلى الرقم محمد الولي وبعدها نرجع إلى الزبير طبعا هو رقم ستة الولي رقم ستة رقم ستة مستعد؟ إن شاء الله طبعا هي حلوة طيب اسمع ردت فعلك بصراحة رجعت للبيت وطردتك زوجتك لأنها قالت لا ترجع عشان لب زلط وانت ما قدرش تتوفر لها هذا الزلط يرقد في الشارع ايش هتسوي؟ أنا عايش أنا ممثل ما عاد يقدر يبرمها طيب كيف هتسوي؟ والله هي خير نزب انا محكم يلا
كمل 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 يا احمد يلا كمل بعد البنات دائما النساء هن ولا بس هذا امل موجودي اسمع ايش عيب ولا بس هذا امل موجودي بس دائما النساء تخيل تخيل على كذا يعني شوفي سهل انك تقول يعني تكذب عليها بالمفتاح لا مش كذب الا الان عذر عذر مش كذب يعني عذر و يعني اداءك انت تدي لها العذر يا تصدقك انه حيمثل مثل مثل يلا انه حصل خلاص مثل بعد العذر شوف لانه النساء عاطفيات يمكن اذا جاب اسلوب لين بس اذا جاب اسلوب عصبي مثلا مثلا ايوه مثل ايش انك تدرسها عند مثل بدل ما تساعدك ادي دوري عظيم يشير للوقت ساعدك يلا خلاص انت قول اللي بعد لا هو يمكن اقدميه يعني بالخلاص انت شتمثل عليها وتضحك عليها سمعتي؟ أكيد سمعتي؟ خلاص طيب. قدام تم التواصل بك لاستضافتك في أحد القنوات ولكن بعد اكتشافهم عدم شهرتك على وسائل التواصل الاجتماعي تم إلغاء استضافتك ايش هتسوي؟ والله شيء عادي ما لا يمكن لا يمكن ان انا قاعد اقول ان انا افعل شيء لا مالك زعلت ولا بس موقف يعني انا بينك اشوف الان هل انا شزعل مثلا ايوه عادي عادي طيب شيء عادي نزلت منشور حسيت انه منشور عالمي واعتضب ساعات رجع ترند ها بعدين دخل واحد من اصحابك اللي انت تعزهم يقول لك شاده هباله ايش هتسوي لا هي قد حصلت هي قد حصلت خلينا نعرف ايش تسوي لا هي قد حصلت يعني هي قد حصلت وخلاص ايش تقولها صاحب ما معك الا تسكت وتصبر وتشجع نفسك تقول لنفسك والله انه حالي عادي عادي هو يقول ما قال عادي اي طيب وصلت اليوم للقاء والمخرج قال لك يا محمد ما هو هذا سير بدل لبسك هكذا والله اذا كان غير اللبس هذا يمكن يقول لك اللبس هذا ما يناسب شو البرنامج سير بدله ما عجبش اذا كان ما يناسب شو البرنامج ايوه ان البرنامج مثلا يشتي له لبس معين عادي لا اذا هو في راسه هكذا هو ما عجبش لا ما عجبش لي مزاج مزاج لا اذا ما عجبش يعني لانه في البرنامج مش مسموح عادي اغيره لكن هو ما عجبش لانه أيوة. انا لابس له لا عادي مش اعترض وما ادخلش يمكن اها أي. سمعت عاصم عاصم خلاص طيب. انت قلت لي ما قد بيفكر الوقت باقي يشتي النكته ضايقنا اخيرا يجيب النكته خلاص يلا النكته كذا احنا عند خارج نكته 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 بس نضحك كلنا ايوه بشكل مختصر سريع الوقت يداهمنا والله ما زال لدينا زبير اي نكته بايخه عادي طبعا انه كانت مع دور من زلط لا بس نكته نشتي نضحك كلنا الشرط انها نضحكنا كامل واذا ما وجدت يمكن مش موجود إذا ما ضحكناش عن هذا ما معقول ما فيش نكتة إيه فكر ما غشش يا صفوان صفوان غشش خلاص خلاص لا نكتة حالي خلاص نسامح علشان الوقت الآن الوقت نسامح نسامح محمد النكتة أيوة منها أحسن قدو محرج يعني الوقت أنقذك أيوة الوقت أنقذ محمد طيب رجع الزبير الزبير اختار رقم كم ها أنا أنا خمسة خمسة يا زبير طبعا احمد الله ان الوقت يعني داهمنا ولا كان كنا ناويين لك لكن بنختم ما اننا بنختم من عندك باغنيه بسالك ما هي اغنيتك المفضله من ايام الطفوله من ايام الطفوله ايوه حاول تقطب انا اتذكر اوه حلوه الاغنيه كنت تسمعها اغنيه كنت اجلس اسمعها ايوه والله ما في اغنيه محدده في اغاني كثير اغاني سبيستون مثلا لما انسى شد دور الجنه مثلا اي اغنيه حلقت عليك ماما جابت بيبي مثلا ما كانتش موجوده هذا مقدوم اغاني سبيستون طيب اغاني سبيستون ايوه حق ايش اسمها هذيك كوماني الكوماني مش في سبستو كوماني في زمان حق ريمي هذيك المشوده اها اوه ضخمه يعني مدري اغنيه المسلسل بتتر المسلسل لا هي ردتها لما خلاص ان شاء الله السنه الجايه مدري ايش خلاص ان شاء الله اتذكرها طيب احنا زبير طبعا الوقت داهمنا جدا وانا مستمتعين معكم في هذه الحلقه الجميله كانت حلقه رائعه ايوه فعلا حلقه رائعه بوجودكم صلاح التاري الزبير الدربي محمد الولي الاستاذ صفوان الجعوري كذلك عازف الارج ايمن صادق وهي هذه الحلقه الختاميه وكان ختامه مسك مشاهدينا الكرام قبل ان نودعكم
نشكر كل طاقم هذا البرنامج الرائع الذي كانوا معنا خلال الأيام الماضية خلال أيام عيد الفطر المبارك. كما نشكر أيضا غزل بوتيك على مشاركتهم معنا في التجهيزات الفنية. الآن سنختم بأغنية للفنان قبل الختام الزبير الدربي، ولكن قبل الختام نوزع بعض الهدايا للضيوف. تفضل زبير. مقدمة من قناة سهيل الفضائية. تفضل صفوان. هذه لك محمد. شكرا، شكرا لتواجدكم معنا، صراحة أسعدتمونا وكان الوقت معكم ممتع. حاضركم ها. الحين نسمع باقي الأغنية. يلا مستعجل. نسمع إلى الزبير ثم نودعكم مشاهدينا الكرام. يا حبيب بين هيم في عيونك، يا حبيب بين هيم في عيونك، يا جنان النعيم يا مليح القوام، يا مليح القوام، ثغر مزروع ليت ليت من فينا، أسأل الله يديم عشقتك الفعام. يا حبيب بين هيل في عيونك، يا حبيب بين هيل في عيونك، يا جنان النعيم يا مليح القوام. أو بشر، من يشوف يقول ذا ملك أو بشر، حسن شل العقول إن بدا أو ظهر، إن بدا أو ظهر، لغز ما له حلول، كم سقى كم أسار اللي صاب الوصول والمباسم غفار. يا حبيب بين هيم في عيونك، يا حبيب بين هيم في عيونك، يا جنان النعيم يا مليح القوام. الحواجب هناك من صنيع الإله، الحواجب هناك من صنيع الإله، والرموش أطوال عد بين الوشاه، عد بين الوشاه، والحلا والجمال في العيون والشفاه، والبنوج والدلال سبحا من حلايا. يا حبيب بين هيم في عيونك، يا حبيب بين هيم